تفضلي على العيلة فأكيد بيبقى ماتشات صعبة، مش ماتش صعب مش سهل خالص. القرارات دي بتبقى جزء من الماتش، فاحنا متعودين يعني منتلي اللي احنا نحاول ما نتأثرش بالموضوع ده، يعني زي ما بيقول it's part of the game. فحاولت على قد ما اقدر ان انا اركز كل نقطة بلعبها، يعني افضل محافظة على الجيم بلان اللي انا حطها مع المدرب بتاعي، ومبسوطة يعني بالأداء النهاردة. استاذ ايمن اتفضلي. مبروك يا نوري، كلمينا عن التصنيف العالمي وجاهز فاينل. طبعا اهم حاجه دلوقتي ان انا ريكفري في ماتش صعب 107 دقيقه، ده مش فتره زمنيه قليله خالص بالعكس. الحمد لله معايا دكتور العلاج الطبيعي بتاعي دكتور محمد وسائي، فانا متاكد ان شاء الله ان انا هعمل كل يعني هيساعدني جامد جدا ان انا بكره في الفاينل، وان شاء الله يبقى ماتش كويس. الموسم ده تقريبا يعني وصلت كل فاينل معايا بطوله او حاجه، فكانت ماتشات كتير بس طبعا مبسوطه ان رابع فاينل ليا في الجونه، بس يعني هعمل كل اللي اقدر عليها عشان ان شاء الله احاول اكسب. اولا مبروك على الفوز. يعني ايه الاختلاف بين مواجهه هانيا في الفاينل السنه اللي فاتت عن السنه دي؟ النور يعني بدات صحيح من اخطائك اللي حصلت في المواجهه اللي فاتت عشان تتغلبي عليها في المباراه دي؟ هو مش بس الفاينل السنه اللي فاتت، الموسم ده احنا لعبنا 6 أو 7 مرات بنلعب كل بطوله تقريبا، فكل ماتش بحاول اتعلم منه. ساعات يعني الحمد لله معظم الوقت متهيألي الهدف هيبقى 12-6 أو حاجة، ف يعني أنا عارفة إن أنا في جمل معينة أو لعبة معينة بعرف أنفذه وأكسب بيه نقط، فبحاول على قد ما أقدر يعني طريقة اللعب اللي بتكسبني أفضل ماسكة فيها، وما أعملش الأخطاء اللي أنا بعملها يعني في الماتشات اللي أنا خسرت فيها.